السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لك. كان أنسو فاتي هو أفضل لاعب الموسم الماضي في فريق برشلونة، وكذلك في البطولة للدوري الإسباني، حيث حقق النجم الناشئ عدد من الأرقام القياسة المهمة. لكن إصابة الغضروف المفصلي أوقفت انطلاقة الموهبة الكبيرة لبارسا، حيث يتعالج أنسو فاتي في تلك الإصابة بالركبة اليسرى منذ نوفمبر الماضي. خضع أنسو فاتي الذي لعب مع المنتخب الإسباني لعملية جراحية، ولكن حالته لم تتحسن، على الرغم من أن التعليقات القادمة من نادي القطري يثقون بعودته، رغم أنهم لم يحددوا موعد. ركبة أنسو فاتي ما زالت متهيبة. أصيب النجم البالغ من العمر 18 عاما في 7 نوفمبر الماضي خلال مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، بعد تدخل قوي من عيسى مندي وتم استبداله بين الشوطين. كان على جوهر برشلونة الشاب ابتعاد لمدة 4 أشهر تقريبا، لكن مدة 4 أشهر انتهت دون أن يتمكن من العودة، ولا يستبعد حتى عدم ظهور مجددا هذا الموسم. خضع المهاجم والجناح الواعي في يناير للعلاج المتجدد تحت إشراف أطباء نادي برشلونة، لكن العملية إعادة التهيئة تمشي بشكل بطيء، ولذلك ذهب فاتي لتشاور حول إصابته مع المختص في مدينة ليون الفرنسية، وظهر أن مفصله أصبح ملتهبا، ولذلك سيتم تحديد برنامج علاج جديد له. أضيفت صحيفة مارك أن برشلونة يفضلون على مغامرة باللعب، ولا يريدون التحدث عن إجراء عملية جراحة جديدة له. ويملك فاتي عقدا مع برشلونة يمتد حتى عام 2022، وكان قد سجل 6 أهداف في 14 مباراة خاضها عندما كان لاعب برشلونة الأساسي في هجوم فريق رونالد كومان. دخل برشلونة مع نظيره ريال مدريد في صراع ضخم مع أجل الظفر بخدمات فابيو برانكو، أحد أهم مواهب كرة القدم الإسبانية ولاعب شباب فالنسيا حاليا. برانكو لاعب يبلغ من العمر 17 عام، ويلعب بصورة أساسية في مركز جناح أيمن، يتميز بقدرته على المراوغة بشدة وتعنت الصحب الإسباني بفيرن تورنيس الجديد. عقد بلانكو مع فالنسيا ينتهي بعد 3 أشهر فقط، ويمكنه الانتقال مجانا أينما شاء وسط اهتمام من كبار قارات أوروبا به بجانب برشلونة وريال مدريد. وبحسب صحيفة أس الإسبانية، فإن دعم الرئيس اهتمام برشلونة ببلانكو هو ماسيوم المدير الجديد في إدارة خوان لابورت، والذي يعرف اللاعب جيدا في الفترة في فالنسيا. أما ريال مدريد فيتباع اللاعب عن قرب منذ مدة ليست بالقصيرة، وسيحاول إغرائه هو وأسرته بأنه سينخرج مباشرة مع الفريق الأول، وسيشارك في إعداد الموسم الجديد مع كاتبة زين الدين زيدان. في الفترة الحالية لا يمكن للأندية الإنجليزية التعاقد مع بلانكو لعدم بلوغ 18 حتى الآن، ولكن اهتمام ضخم بجدهم من يوفنتوس وميلان وكذلك بروسيا دورتموند. ختما، يحاول فالنسيا في هذه الأثناء أن يقنع بلانكو بتوقيع عقد جديد مع الميسيا، لأن إيمان بأن اللاعب سيفضل الرحيل إحدى أكبر مهتمين بضعف خدمته. الجاري بذكر أن بلانكو يتفوق على جميع أقرانه للدرجة أنه يلعب في فالنسيا تحت 19 عاما مع لاعبين يتقدمون عليه بالعمر بعامين، ورغم ذلك فهو النجم الأول الخفاش بالسبب. بالرغم من إعطاء الثقة الكاملة من قبل إدارة برشلونة الجديدة للمدرب رونالد كومان، إلا أن أسئلة عن خليفته ما زالت تتردد من قبل الصحفيين، وبالأخص عندما يكون ضيف تشافي هرنانديز، الرجل الذي كان مقرر له أن يكون في شدة تدريب النادي القطري قريبا. وفي هذا السياق أشار تشافي هرنانديز في حديث صحفي إن المدرب المنتخب الألماني حالي لوفو قد يكون خيارا مناسبا جديدا لبرشلونة، واسفا إياه بالمدرب النخوي. وكان ويكوم لوف أعلن في الوقت السابق أن سيد انحنى
أمين استسمع عن نهاية البطولة أمام أوروبا الصيف المقبل، فاتحا باب احتمالات على مصير مصرعيه دبنا دوم من الأندية التي قد تكون مهتمة بخدمة بطل العالم السابق. قال تشافي: لوفو يعتبر خيارا نخبه بالنسبة لبرشلونة، هو مدرب كامل والتعامل مع الكبار لاعبين، كما أن أسلوبه يناسب جدا برشلونة ويذكرني به، وعلينا أن لا ننسى أيضا أنه بطل العالم. وفي تصريح سابق كان المدرب الألماني كشف أنه يتعلم اللغة الإسبانية، ما عجل من تخمينات الصحافة من أنه بالفعل قريب من قطب الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة، لكن كف أقرب للنادي الملك وفق التقارير أعدته مؤخرا صحيفة مارك المقربة من ريال مدريد، التي لفتت أن إدارة الملكي تنظر بعين الاعتبار لوف كخليفة لزين الدين زيدان، التي تشير أوساطه إلى أنه ينوي الرحيل مع نهاية الموسم.